تطلق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ابتداء من 19 ماي إلى غاية 17 جويلية الإحصاء العام للفلاحة 2024. عملية الإحصاء مهمة وضرورية، لأن المعلومات اللي نتحصلوا عليها تمكننا من معرفة قدراتنا الحقيقية وتوجيه سياساتنا التنموية. إخواننا الفلاحين، الإحصاء العام للفلاحة في خدمتكم، فالجميع معني ومدعو للمشاركة لتعزيز أمننا الغذائي. معلومة دقيقة، تنمية مستدامة.